المزيد حول حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. إليك. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام معبر رفح البري. لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إدخال المساعدات الإنسانية المختلفة. لازالت مصر تكثف من الجهود وتضاعف من عدد الشاحنات لدعم الأشقاء هناك ودخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، خاصة المواد الغذائية، لأن هناك حالة من المجاعة ونقص من في الغذاء الحاد هناك داخل قطاع غزة. لكن ما زالت مصر تدخل العديد من شاحنات المساعدات. نتحدث اليوم تحديدا عن دخول عدد من الشاحنات الخاصة بالقافلة السابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتكون من 167 شاحنة بأكثر من 2900 طن من المساعدات الإنسانية المختلفة. وكان أيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعلن عن وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة، وتم توزيع هذه المساعدات على الأطفال وعلى أيضا الكبار هناك داخل القطاع. لعلكم ترون الآن أيضا هذه الشاحنات المحملة بعدد كبير من المواد الغذائية وأيضا الخضروات، والشاحنات التي أيضا على جانب الطريق الآخر والتي تحمل عدد من المساعدات والمستلزمات الطبية المختلفة وأيضا الأدوية. كل هذه الشاحنات تستعد للدخول عقب الدفعة الأولى التي دخلت صباح اليوم، بالإضافة أيضا إلى شاحنات الوقود التي لها أهمية كبيرة في تشغيل المرافق الحيوية هناك أيضا، وفي يعني تشغيل أفران الخبز وتوفير رغيف العيش للأهالي داخل قطاع غزة. كل هذه الجهود تتم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.